هذا وكرمت وزارة الخارجية الأمريكية الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي ضمن 10 شخصيات عالمية قدموا جهودا متميزة على صعيد مكافحة الاتجار بالأشخاص. وبهذا التكريم يعتبر العبسي أول شخصية رسمية خليجية تحظى بهذه المكانة الدولية في هذا المجال. وقد رفع العبسي بالغ الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الثقة والدعم اللامحدود وتوجيهاته السديدة ومتابعة اللجنة التنسيقية التي أولت موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص اهتماما كبيرا عبر الدعم الكامل لتوفير كافة الموارد والإمكانات لضمان نجاح جهود المملكة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وأكد أن هذا التكريم هو بمثابة اعتراف دولي بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفي الارتقاء ببيئة العمل وتطوير نظام الوقاية لتجنب وقوع الضحايا وحماية الضحية إن وجدت، إلى جانب وضع الآليات الرادعة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وهو ما يضمن حفظ حقوق كافة الأطراف دون تمييز. معربا عن فخره واعتزازه بالعمل والمساهمة في جهود مملكة البحرين بهذا المجال، وتقوم وزارة الخارجية وكجزء من تقريرها السنوي لتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بتكريم 10 شخصيات على مستوى دول العالم، وهم الذين أسهموا بصورة كبيرة في مكافحة الاتجار بالأشخاص على المستويات المحلية والإقليمية.